قديم الزمان في أراض بعيدة بعيدة وفي منزلين متجاورين عاش هناك زوج من الأصدقاء الحميمين هما كاي وجيردا. قام كل من كاي وجيردا بزرع وردة في ساحته الأمامية تعبيرا عن حبهما لبعضهما البعض، حيث ستنمو الأزهار وتكبر معهما. مع نهاية الخريف وقدوم الشتاء أصبحت المدينة مغطاة بالثلوج. أثناء ليالي الشتاء الباردة كانت أكبر متعة بالنسبة لكاي وجيردا هي موعد القصص الخيالية التي تحكيها جدة جيردا. من أين يأتي البرد والثلج؟ سألت جيردا. من مكان بعيد، أجابت الجدة وبدأت تحكي قصتها. كانت هناك مملكة مغطاة بالثلوج، وكانت ملكة الثلوج تعيش وحدها في قلعة الجليد المصنوعة بالكامل من سحرها الخاص. كانت ملكة الثلوج جميلة للغاية ونقية مثل الثلج، لكن ملكة الثلج كانت قاسية القلب، وكانت الكثير من الأعاجيب مخبأة داخل قلعة الجليد الباردة المسحورة. المرآة الجليدية كانت واحدة من تلك الأعاجيب. من خلال تلك المرآة كانت ملكة الثلوج ترى كل ما يحدث في العالم. في تلك اللحظة رأت جيردا ملكة الثلوج تشاهدهم من وراء زجاج نافذة. كاي جدتي انظروا، إنها ملكة الثلوج، إنها تراقبنا من خلال النافذة. أنا متأكد أنها قطة تتجمد من البرد. هل بإمكاني ملكة الثلوج المجيء هنا؟ فلتحاول فعل ذلك، عندئذ سأرميها بنفسي بسرعة داخل المدخنة، وعندها سوف تذوب وتتحول إلى ملكة المياه. سمعت ملكة الثلوج ما قاله كاي بينما كانت تنظر عبر مرآة الثلج. إذن سوف ترميني في المدخنة وتحولني إلى ملكة المياه، ها؟ يا قطع الجليد، فلتطيري بأمري وتجدي هذا الفتى. اجعلي عينيه وقلبه لي، اجعلي رؤيته لكل ما حوله شريرة، وانزعي من قلبه كل الحب. هكذا أمرت ملكة الثلوج قطع الجليد. فجأة هبت عاصفة ثلجية أمام منزل جيردا. كانت قطع الجليد تتحرك مسرعة نحو جيردا حين فتح كاي النافذة في فضول منه لمعرفة ما يحدث. صرخت جيردا فوراً: كاي توقف! لكن بعد فوات الأوان. عيناي، لقد لسعني شيء ما في عيناي. قلبي، ماذا يحدث؟ وفي هذه اللحظة كانت لعنة ملكة الثلوج تنفذ بواسطة قطع الجليد. تم اختراق قلب وعينا كاي وتحول إلى شخص آخر. سألته جيردا عما حدث، لكن كاي نهرها وصرخ فيها: لا شيء، أنا بخير، اتركيني وحدي. كان هذا أمراً مريباً، لم يكن كاي فظاً في معاملته لجيردا هكذا من قبل. لم تفهم هي لماذا أصبح فجأة يتصرف بهذا الشكل. استمر سلوك كاي الفظ حتى صباح اليوم التالي، عندما كان كاي يقود زلاجة الجليد الخاصة به إلى خارج الحديقة. سألته جيردا إلى أين يذهب، فنهرها مرة أخرى. قفز كاي على زلاجته وتحرك بعيدا، حاولت جيردا اللحاق به ولكنها لم تستطع. فجأة ظهرت ملكة الثلوج على زلاجتها من مكان مجهول، وقد بدأ كاي في اتباعها. كانت جيردا مندهشة ولم تستطع فعل أي شيء بينما كان يختفيان عن الأنظار. كانت ملكة الثلوج تقوده إلى القلعة الجليدية الخاصة بها. جلست جيردا أياماً أمام نافذتها تنتظر عودة كاي. فاتت الأيام والشهور وانقضى الشتاء، وما زال كاي غائباً لا أثر له. لم تحتمل جيردا الانتظار أكثر من ذلك، فقررت التصرف. حاملة فقط المرآة التي منحتها إياها جدتها، خرجت تبحث عن صديقها العزيز كاي. عبرت جيردا الشجاعة طرقا كثيرة وسألت كل من مر به إذا كان قد رأى كاي في أي مكان، ثم وصلت أخيرا إلى ضفة النهر.
فنظرت حولها ولم ترى أحدا تستطيع سؤاله عن كاي، ثم توجهت للنهر بالسؤال، ولكنها لم تحصل على رد. في هذه اللحظة أتى إلى جانبها أحد طيور النورس. بالتأكيد سيستطيع النهر الإجابة عن أسئلتك، لكن يجب عليك أولا أن تقدمي له هدية. خلعت جردة قلادة عنقها المفضلة لديها ووضعتها على سطح المياه. فجأة حدثت معجزة، وظهر من العدم قارب صغير أمامها بالضبط. اعتقدت جردة أن النهر أحب هديتها وأنه يرد الجميل، وما أن قفزت على ظهره بدأ القارب يتحرك وحده دون توجيه. ثم ذهب القارب بجردة إلى ضفة أخرى. هناك كان يوجد بستان خفي مليء بالأزهار ملونة بكل ألوان الطيف. لم تكن جردة قد رأت بستاناً بمثل هذا الجمال من قبل، لكن شيئاً ما كان ناقصاً. لم تكن لأي من تلك الأزهار رائحة. من ناحية أخرى في البستان رأت سيدة تقترب منها. تلك كانت صاحبة البستان. أهلاً بك يا طفلتي الجميلة. قامت السيدة بتحية جردة بابتسامة عريضة، ثم فجأة اكتشفت السيدة أنها تستطيع شم رائحة الأزهار في بستانها مرة أخرى. أنا أعتذر بشدة لدخولي البستان الخاص بك بدون إذنك، قالت جردة. لا بأس يا عزيزتي، لا بأس إطلاقاً، أنا سعيدة بقدومك. لقد مر وقت طويل جداً منذ آخر مرة زار أحد فيها بستاني. هيا اخبريني، ماذا تفعلين هنا وحدك؟ قامت جردة بإخبار سيدة الأزهار أنها تبحث عن صديقها كاي، وسألتها إن كانت تعرف عنه شيئاً، لكن السيدة أخبرت جردة أنها لم ترى أحداً سواها. حقاً؟ حسناً، يجب علي الرجوع إلى الطريق الآن، يجب أن أعثر على كاي في أسرع وقت ممكن. لم ترد سيدة الأزهار لجردة أن ترحل، لذا فقد اختلقت كذبة. هل قلت كاي؟ دعيني أرى، ربما قد أكون رأيته في الجوار. أخبرتها جردة بكل شيء، وعندما سمعتها سيدة الأزهار تذكر اسم ملكة الثلوج أصبحت قلقة للغاية. ملكة الثلوج؟ أوه، دعيها بعيدا عن هنا، إنها امرأة قاسية، بسببها لم تفح أزهاري بأي رائحة لسنوات. ثم فجأة أرادت السيدة تمشيط شعر جردة التي لم تفهم السبب وراء ذلك، بينما كانت سيدة الأزهار مصرة. لم تعرف جردة أن هذا المشط في الواقع مسحور. جعل هذا المشط المسحور جردة تنسى كل ما تعرفه، فقط تبقى ما يبهجها. لكن سيدة الأزهار لم تكن شريرة، لقد فعلت ذلك فقط من أجل المرح. عندما استيقظت جردة من نومها الهادئ لم تتذكر أي شيء، ولا حتى كيفية ذهابها لهذا المكان. ولكن عندما رأت الأزهار في قبعة السيدة بدأت تتذكر بعض الأشياء. لا يمكن لسحر أن يتغلب على الحب الصادق. لم تعرف جردة كم مضى عليها من وقت في بستان النوم، ولكن جميع ذكرياتها عادت لها فجأة، فتوجهت على الفور عائدة إلى ضفة النهر. كان القارب لا يزال هناك، لكنها لم تعرف ما يجب عليها أن تفعله ولا أي اتجاه يجب أن تأخذه. في هذه اللحظة جاء غراب يطير فوق رأسها، كان يبدو كأنه يريد إخبارها شيئاً ما، فبدأت جردة تتبعه. ظلت تتبع الغراب لفترة حتى وصل إلى البحار الجليدية، ومباشرة في وسط الجليد كانت هناك سفينة قراصنة باقية منذ بعض الوقت، حيث طار الغراب ووقف عليها، فتبعته جردة على قاربها حتى وصلت للسفينة. حسناً، أهكذا سأصل إلى قلعة الملكة في سفينة القراصنة هذه؟ ظهر القراصنة على سطح السفينة، وبدأت إحدى القراصنة الفتيات تتوجه نحو جردة. سوف تذهبين أينما نذهب نحن، وهذا يعني لا مكان على الإطلاق. في نفس التوقيت كانت ملكة الثلوج تحاول جعل كاي ينسى كل شيء عن ماضيه، ونجحت في ذلك إلى حد ما، لكن مهما فعلت لم تكن جردة تفارق ذاكرته. جردة؟ أوه جردة، قريبا سيتحول قلبك إلى قطعة من الجليد ولن تتذكر أي شيء. عندما عرفت الفتاة القرصان أن كاي محتجز داخل قلعة ملكة الثلوج،
نصحت جيردا أن تنسى كل شيء عنه، حيث لا توجد طريقة لإخراجه من هناك. لن أنسى، إنه صديقي المقرب، يجب أن أعثر عليه، ردت جيردا. لم تستطع الفتاة القرصان استيعاب إصرار جيردا. في الواقع أرادت الفتاة أن تبقى جيردا وتصبح صديقتها، لكن جيردا كانت مصممة على إيجاد كي. سأفعل كل ما بوسعي لإنقاذه. أعجبت الفتاة القرصان بموقف جيردا وقررت مساعدتها، والسبب أنه لم يكن لديها أصدقاء من قبل. في صباح اليوم التالي أحضرت الفتاة القرصان لجيردا حيوان الرنة، كانت الأسرع في مملكة الجليد كلها، وستقود جيردا عبر الطريق. أديني أنك ستنالي من تلك الساحلة الجليدية، وبذلك ستنقذي سفينتنا أيضاً. أعدك، سوف أرد لك المعروف. بركوب حيوانها ذهبت جيردا في طريقها. كان يجب عليها أولاً أن تعرف كيف ستقوم بهزيمة ملكة الثلوج، سوف تقودها الرنة لذلك. بعد رحلة طويلة وصلوا إلى القطب الشمالي. قابلهم رجل حكيم ورحب بهم. حسناً، أخيراً أحضرت المرآة. لم تفهم جيردا كيف عرف الرجل الحكيم بشأن مرآتها، ولكن بالرغم من ذلك عرفت أنها أتت إلى المكان المناسب، لذلك أخرجت مرآتها وأظهرتها للرجل. حسناً، أيجب أن أنال من ملكة الثلوج بواسطة هذه المرآة؟ هذه مرآة سحرية، إنها تخبر بالحقيقة ولا شيء سوى الحقيقة، مهما كانت مخبأة عميقاً جداً. وحيث أنه لم يكن هناك أقوى من الحب الصادق، كانت القوة الحقيقية بداخلنا جميعاً هي الحب. عرفت جيردا حقيقة ملكة الثلوج، وذلك بفضل الرجل الحكيم. إذا استطاعت أن تكشف حقيقتها فهذا يعني أنها تستطيع هزيمتها، حيث أن حقيقة الأمر أن ملكة الثلوج كانت في الماضي فتاة صالحة مفعمة بالحب، أينما لمست بيديها أزهرت الورود وتوهجت عيناها المشرقة ببريق أقوى من الشمس. كانت فتاة مميزة وسعيدة اسمها ليلا، لكن الجميع كان يعتقد أنها ساحرة صغيرة ولم يلعبوا معها أو حتى يتكلموا معها. ومع بقائها وحيدة لم تكن ليلا فتاة سعيدة منذ ذلك الحين، وبدأت تكره كل ما ومن حولها، حتى أتى يوماً تمنت فيه أمنية. فليتحول كل من أساء لي إلى جليد. ثم أنشأت قلعة من الجليد وعاشت بها بعيداً عن الجميع، وحيدة بلا أي حب ولا بهجة. وصلت جيردا إلى قلعة ملكة الثلوج، وعندما دخلتها رأت كي بالداخل في أحد الأركان يصنع تمثالاً من الجليد. أنت هنا، لقد وجدتك كي. هذه أنا جيردا، ألا تتذكرني؟ نظر كي إلى جيردا لكنه لم يتعرف عليها. قلبه مثل كل شيء هنا، لقد تحول إلى جليد. لم تعد جيردا انتباهاً لما تقوله ملكة الثلوج. اتركيه وشأنه، إنه ينتمي لي الآن، سوف أحوله إلى جليد أيضاً. لا، لن تفعلي كي، أنا أحبك. بدأ كي يتذكر ببطء. جيردا، نعم، أنا أتذكرك الآن. بغضب شديد هزت ملكة الثلوج عصاها السحرية بسرعة الضوء، فخرجت من طرفها لعنة الجليد. وفي تلك اللحظة أخرجت جيردا مرآتها ووجهتها في مقابلة اللعنة، فاصطدمت اللعنة بالمرآة واختفت. ثم أتت اللحظة ونظرت ملكة الثلوج في مرآة جيردا فقط لترى أن الانعكاس بداخلها ليس لوجهها، وإنما لوجه فتاة صغيرة، وجه ليلا. فجأة عادت ملكة الثلوج لذاتها الصغيرة المحبة، وعادت ليلا من جديد. أشكركم بشدة، الآن أعرف من أنا حقا، أنا حرة من جديد. وداعا. نظر كي وجيردا نحو بعضهما البعض وابتسما. من الآن فصاعدا لن يفترقا أبدا، وسيكبرا معا.
تماما مثل الأزهار التي زرعاها في ساحتهما الأمامية. ذات يوم كان هناك زوجين يعيشان سويا، وبالرغم أنهما كانا يريدان بشدة الحصول على طفل، إلا أن ذلك لم يكن مقدرا لهما. وفي أحد الأيام ذهبت الزوجة إلى الساحرة العجوز وأخبرتها أنها تريد الحصول على طفل. لا تحزني يا عزيزتي، فحيثما توجد الإرادة تكون الفرصة. خذي هذه البذرة واغرسيها في وعاء وانتظري، وسوف تفاجئك النتيجة. كانت الزوجة سعيدة للغاية وشكرت الساحرة ببهجة، وقامت الزوجة بإعطاء الساحرة بعض المال نظير خدماتها المذهلة. لاحقاً ذهبت مباشرة إلى البيت وقامت بزراعة البذرة في الوعاء، وبصبر شديد أخذت تنتظر بجانب الوعاء. بعد وقت قريب بدأت زهرة كبيرة تشبه التيوليب في التفتح. في ذات اللحظة كانت تفكر في نفسها، يا لها من زهرة جميلة. وبينما لم تزل أوراقها منغلقة ارتقت إلى الزهرة تقبلها. لم تكد تفعل حتى بدأت الأوراق في التفتح. بداخل الزهرة كانت ترقد طفلة صغيرة. بحيرة شديدة قامت السيدة بحمل الطفلة شديدة الصغر بين يديها. يا لك من طفلة صغيرة، يجب أن أسميك ثامبلينا. قامت السيدة بصنع مهد ثامبلينا من أصداف الجوز، فراشها من أوراق البنفسج، ولحافها من بتلات الورود. استطاعت ثامبلينا أن تتأقلم مع حياتها الجديدة بسهولة. في الليل كانت تنام في فراشها المصنوع خصيصاً لها وحدها، وفي النهار كانت تلعب على الطاولة وتغني الأغاني. ذات ليلة وبينما كانت ثامبلينا تنام في فراشها، ظهر ضفدع قبيح على النافذة وشاهد الفتاة الصغيرة تنام في صدفة الجوز. ريبت، أوه يا إلهي، يا لك من فتاة صغيرة وجميلة، سوف تصبحين رفيقة رائعة لابني. بأسرع ما يمكنه قام الضفدع بسحب صدفة الجوز وخرج من النافذة. بجانب المنزل كان هناك مستنقع حيث يعيش الضفدع القبيح مع ابنه. كان ابن الضفدع القبيح قبيحا كذلك كوالده تماما. عندما رأى الفتاة الصغيرة التي أحضرها له والده أصدر نعيقا من أعلى رئتيه. ريبت، 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 كف عن النعيق، سوف توقظها، وإن استيقظت فستهرب خائفة. ريبت. قرر الأب والابن أن يصنعا مكانا للفتاة تستطيع البقاء به. كان لدى الضفدع الأب فكرة عظيمة. فلنضع الفتاة فوق أحد الزنابق على جدول المياه، فكونها محاطة بالمياه من جميع الجوانب سيجعل هروبها مستحيلا. اخذ الضفدع الأب ثامبلينا بمهدها ووضعها فوق أحد الزنابق. في الصباح ومع ضوء الشمس الساطع استيقظت ثامبلينا. عندما أدركت أنها ليست بالمنزل ورأت أنها محاطة بالمياه راحت تبكي في خوف. أين أنا؟ خرج الضفدع الأب مع ابنه ليلتقط ثامبلينا. هذه هي صديقتك الجديدة، أنا أرتب بيتا جديدا عظيما لكما سيكون في أعماق مياه المستنقع. اتخذ الأب مع ابنه مهد ثامبلينا المصنوع من صدفة الجوز وقام بالسباحة خارجين وتركاها هناك على زهرة الزنبق. وفي ذات اللحظة كانت بعض الأسماك الحمراء تسبح بالقرب منهم وسمعوا ما كان يقوله الضفدع القبيح. لم يستطيعوا تحمل فكرة أن يقوم ضفدع المستنقع القبيح بإزعاج فتاة جميلة كثامبلينا. لا تقلقي أيتها الفتاة الصغيرة، فسوف نقوم بإنقاذك. معا قاموا بمضغ ساق زهرة الزنبق حيث كانت تجلس الفتاة وقاموا بكسرها. وحدها انساقت زهرة الزنبق عبر تيار مندفع وتمكنت من الانفلات، وبشق طريقها عبر التيار فوق الزهرة الخضراء تركت الفتاة جميع الطيور يشعرون بالإعجاب الشديد. كم هي جميلة وصغيرة. وبينما كانت تسير في طريقها مرت بخنفس ضخم، فقام بجذبها بأسرع ما يمكنه وهبط على إحدى الأشجار. وحينما وجدت ثامبلينا نفسها فوق الشجرة كانت تشعر بالفزع الشديد. أي نوع من
الحشرات أنت؟ ولماذا أتيت بي إلى هنا؟ أنا خنفس، وأنا لم أرى من قبل في حياتي حشرة مثلك، وأريد أن يراك أصدقائي. لاحقاً أتت جميع الخنافس الأخرى التي تجلس على نفس الشجرة لزيارة ثامبلينا. بينما كانت الخنافس الأخرى تحاول جاهدة إخفاء ذلك، إلا أنها كانت تشعر بالغيرة من جمال الفتاة المدهش. أنت مخلوق طريف. كم هي ضعيفة، إنها لا تملك حتى أجنحة. كم هي قبيحة، بالكاد تستطيع النظر لوجهها. أنت حرة بالذهاب أينما تشائين، نحن لا نريد مخلوقا قبيحا مثلك بالقرب منا. قضت ثامبلينا الصيف بأكمله وحدها، واستطاعت التغلب على جوعها وعطشها بشرب مياه الأزهار. مر وقت طويل وبدأ الجو يتحول للبرودة، وبسبب ملابسها الصيفية كانت تشعر بالبرد. ظهر حقل من بعيد، وكان ذلك الحقل مغطى بالقش. وبعد مشي طويل استطاعت ثامبلينا الوصول للحقل. تحت القش استطاعت أن تجد أحد منازل فئران الحقل، وكفرصة لإيجاد بعض الطعام قامت ثامبلينا بالطرق على الباب وطلبت بعضا من الشعير. فدعتها فأرة الحقل طيبة القلب للدخول، فدخلت في ذات اللحظة وتناولت كل ما قدمته لها الفأرة من طعام. نالت ثامبلينا إعجاب فأرة الحقل بشدة. إذا استطعت أن تروي لي كل يوم قصة فسأسمح لك بالبقاء معي حتى نهاية الشتاء. برضا شديد قبلت ثامبلينا ذلك العرض. اليوم سيأتي جاري، هو في حال أفضل مني، إذا ذهبت معه فسترتاحين للغاية، ولكن تذكري أن نظره شديد الضعف. سوف تحتاجين أن تحكي له أفضل ما لديك من قصص خيالية وتبقيه منشغلا للأبد. بعد وهلة قصيرة ظهر حيوان الخلد بفرائه المخملي على ظهره. لم تكن ثامبلينا معجبة بوجود الخلد، لكنها لم تكن تريد أن تخيب ظنه، لذا فقد وافقت أن تغني له أغنية. طيري طيري أيتها الخنفساء، فإن يوم الزفاف غدا، وسوف تشتري لك أمك حذاء جديدا وملابسا غدا. بالرغم من ضعف نظره فقد استطاع الخلد أن يدرك أنه معجب بشدة بثامبلينا، وقرر أن يصطحبها لمنزله. لقد استطعت أن أقطع كل تلك المسافة عن طريق حفر حفرة لصنع نفق، إذا وافقت يمكننا أن نعود من نفس الطريق وأريك منزلي. كانت ثامبلينا مترددة في الذهاب، ومع ذلك فقد وافقت على العرض برؤيتها موافقة فأرة الحقل، وتمكنوا جميعا من الذهاب في طريقهم. خلال ذلك الوقت استطاعوا رؤية أحد طيور السنونو مستلقيا على الأرض بأجنحته على جوانبها ورأسه وقدميه مطويين تحت ريشه. لم يكن ذلك الطائر هنا عندما أتيت، لابد أنه سقط للتو عبر الحفرة. فكرت ثامبلينا في طيور الغابة وتذكرت نقيقهم فوق رأسها. لم تستطع تحمل منظر أحدهم بهذه الحالة وكانت حزينة للغاية. وفي غفلة من فأرة الحقل وحيوان الخلد التفتت ثامبلينا نحو السنونو وأعطته قبلة. إن هذا الطائر قد يكون أحد أولئك الطيور التي كانت تنقنق أثناء الصيف، لو كان الأمر كذلك فأنا إذن أدين له بالكثير. هل أمي يا ثامبلينا، فنحن بانتظارك. لم تستطع الفتاة النوم ليلا، فقامت بحياكة لحاف من القش وذهبت إلى الممر لتغطية طائر السنونو. بللت الفتاة ورقة النعناع التي كانت تستخدمها كغطاء ووضعتها فوق رأسه. أرجو أن تتحسن قريبا أيها الطائر الصغير الرقيق. في اليوم التالي عادت ثامبلينا لتفقد السنونو ورأته يفتح عينيه. أنا لا أستطيع أن أشكرك بما فيه الكفاية، لقد اعتنيت بي بشدة، الآن سوف أشفى سريعا. بمجرد أن يتم شفائي سوف أستطيع الذهاب إلى أصدقائي في بلاد أشد دفئا. إن الجو شديد البرودة بالخارج، يجب عليك أن تستريح في فراشك الدافئ لتستعيد نشاطك سريعا. بعد أن انتهت ثامبلينا من نصح السنونو قامت بإحضار بعض الماء بواسطة إحدى بتلات الزهور وساعدته في أن يشربه، ثم لاحقا أخذت تستمع للطائر وكيف أنه كسر جناحه بين الشجيرات. لم يكن الطائر المجروح يستطيع مجاراة رفقائه بسبب تعبه، وبالتالي فقد سقط.
وأخيراً حل الربيع وبدأت الشمس تغطي الأرض بالدفء مرة أخرى. أدرك السنونو أن الوقت قد حان لتوديع ثامبلينا. هل تريدين المجيء معي إلى الغابة؟ كان بودي المجيء معك، ولكن صديقتي فأرة الحقل قد تحزن كثيراً لذلك ولا أستطيع تركها. إذن الوداع يا ثامبلينا، ولربما نلتقي مجدداً في أحد الأيام. بعيون دامعة أخذت ثامبلينا تراقب السنونة ويطير بعيداً. ومع اقتراب الصيف بدأ القلق يسيطر مجدداً على ثامبلينا. إنه الصيف، الآن يريد الخلد ذو الفراء المخملية الزواج بك. يجب أن تحصلي على بعض الملابس الجميلة. عندما يحل فصل الشتاء استعدي للعيش معي تحت الأرض يا ثامبلينا. قبل أن تبدأ ثامبلينا حياتها تحت الأرض حيث البرد والظلام، خرجت لترى الشمس مرة أخرى وأخيرة. وفقط قبل أن تبدأ بالدخول ومباشرة فوق رأسها، سمعت صوت أحد الطيور. عندما رفعت رأسها لتنظر إلى أعلى، كانت ترى محبوبها السنونو. أخبرت ثامبلينا السنونو أنه قد تم إجبارها على الزواج من الخلد، وأن عليها العيش معه تحت الأرض حيث لا يوجد ضوء الشمس. إن الشتاء سيحل قريباً، ونحن نستعد للرحيل إلى بلاد أكثر دفئاً. أرجو أن تأتي معنا، لقد أنقذت حياتي وأريد أن أرد لك هذا الصنيع. هذه المرة وافقت ثامبلينا على عرض السنونو، وهكذا تحركت ثامبلينا مع السنونو. طاروا سوياً فوق الغابات، البحار والجبال المغطاة بالثلوج. لاحقاً وصل الصديقان إلى بلاد دافئة. كانت تلك أماكن مذهلة، كانت الشمس أكثر سطوعاً وكانت السماء متلألئة. هذا هو بيتي، يمكنك أن تختاري الزهرة التي تفضلينها. هذه جميلة. وضع السنونو ثامبلينا في زهرة جميلة، وأثناء كل ذلك كانت ثامبلينا سعيدة للغاية. بينما كانت تجلس في زهرتها وتنظر إلى تفاصيل ما حولها، كانت ثامبلينا منبهرة. في الزهرة كان يجلس رجل صغير يلمع كالزجاج. كان ذلك الرجل هو جني الزهرة، كان هناك لكل زهرة جني. كان في طول الإصبع، كان لديه أجنحة لامعة على أكتافه وتاجاً ذهبياً على رأسه. كانت تلك المرة الأولى التي يرى فيها هذا الجني الأنيق فتاة جميلة تماثله في الحجم. ما اسمك أيتها الجميلة؟ اسمي ثامبلينا. خلع الجني التاج عن رأسه ووضعه فوق رأس ثامبلينا. إذا قبلت الزواج مني فستكونين الملكة بين كل الزهور، سوف تعيشين حياة سعيدة جدا. بعد أن عاشت حياة مليئة بالقسوة وبوجودها الآن في بيئة جميلة كهذه، كانت ثامبلينا سعيدة للغاية لسماعها عرض زواج عظيم كهذا من هذا الجني شديد الأناقة. أمسك الجني بيد ثامبلينا، وفي تلك اللحظة ظهر جناحان فوق كتفي ثامبلينا. أصبحت ثامبلينا الآن الجنية الملكة، ومعاً عاش حياة طويلة ومليئة بالسعادة.